وده الجزء الرابع مع الحلقه الرابعه من لعبه اي ام توست اي ام بريد قصدي. احنا دلوقتي في الحمام، مين يشيل توست في الحمام وليه؟ مش مشكله، احنا مش جايين هنا نجادج حد. اوعى تقع في الميه، اوعى تقع في الميه، انا بقول لك اهو. اوكي في ايه بقى هنا؟ ممكن اكيد في انا شايفه بعيد اهو، لسه اقول لكم اكيد في اسمه ايه ده، استشوار. لا محدش بيحب العيش المبلول، لا محدش بيحب العيش المبلول ابدا. لا يا لهوي، دي اسرع مره خسرنا فيها في لعبه اي ام بريد. اما نرجع تاني نشوف هيحصل ايه. اوكي اوكي ويو. وف قلب الميه وجول. دي هي دي اللي اسرع مره موت فيها في لعبه اي ام بريد. تمام ايه عاش الدونب بتاعه دي، ناخدها. انا بصراحه يعني انا اضرب نفسي وانا عارف ان انا ما بعرفش العب كويس. ف هوب اوكي، في بقى ايه ممكن نعمله هنا؟ احنا ممكن نعمل كده. ولا اقول لكم احنا نلعب تاني باحترام، انا مش عايز ابوظ عليها فرحه اللعبه. يعني انا ممكن امشي للاستشوار وخلاص كده، انا مش عايز اعمل كده. فاحنا نعمل كده، كان اعمل كده بعدين. انا عايز بقى ايه؟ اوب لا لا خسرنا. لا الليفل دي بدايتها مش كويسه خالص. طب اقول لكم على حاجه حلوه، ايوه بقى وي. عاش اوكي، شفتوا مش لازم يعني نغش يعني. طيب دي فيها حاجه ممكن نطلعها؟ لا. ايه الحمام المعفن ده؟ اوكي تو دو دو دو. موسيقى حلوه في الحمام بصراحه. طب ايه دي ماسكه ليه يعني مثلا؟ خلينا نعمل كده ماشي، بعد كده نعمل كده وهوب 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 هوب. يلا يلا عيش تقدر. هوب بعد كده نعمل كده وهوب. ونرتاح شويه، ناخد نفس. اوعي بقى، اوعي اوعي اوعي، مش عايزك امشي. اوكي مش مشكلة، مش لازم تقع. مش عارف ليه الموسيقى خلتني عايز اتفرج على توي ستوري ولا حاجة، أو مثلا هي حاجة بيكسر يعني. اوكي نقدر يا جماعة نعمل النقطة دي. هلا هوبا. ايه ده ايه ده؟ ليه 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 يعني ليه؟ واضح ان في حاجة هنا انا مش عايز اجي جنبها. مش عارف ايه التاني اللي جالي ده. طيب انا عايز اروح عند يا اما البتاع اللي على اليمين ده الدفاية، يا اما الاستشوار. اعتقدش في حاجة تاني ممكن اعملها، صح؟ صح؟ اعتقد انه صح. طب انا عايز اعرف ايه اللي كان بيموتني هنا. اوكي انا عايز ابعد على الحيطة. لا ايوه اوكي شت. لا الهي لا 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 اوكي يا عم بقى ابعد عن الحيطه، ما تلمس. انا اصلا ما لمستش الحيطه يعني، لو هنتكلم بقى عن الحيطه. يلا بقى يلا بقى اوكي. طب احنا ممكن نقف شويه بس عشان ايه
ما نموتش. انا عايز بس المس. ايوه لا لا ايوه ايوه الحمد لله. اوكي دلوقتي انا ممكن اعمل كده. اذا الحيطه ما بقتش تاذي خلاص كويس. طيب احنا نسحب بقى لغايه ال ولا بلاش نسحب. لا 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 الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه يا توست الناحيه الثانيه يا توست. هنخلص بدري ولا ايه؟ ايه الاسترام مش شغال؟ اشتغل بقى. ايوه بقى اوكي دلوقتي احنا نعمل كده الاول. احنا كده بنساوي انهي ناحيه بقى؟ هنعمل كده الاول ماشي. عاش في امل ان احنا نخلص الليفل وبدري كمان. الفيديو ده ما طولش كويس. هو طالما ما طولش يبقى مش هيخلص او يعني ممكن يكون مفيش امل انه يخلص دلوقتي. اوكي كده ده 100%. دلوقتي احنا عايزين الناحيه الثانيه. نعمل الناحيه الثانيه ازاي؟ ممكن اعمل كده مثلا. ايوه اهي 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 ايوه بقى. هنفضل ادوس R2 L2 عشان او R3 و L3 قصدي عشان ما يروحش علينا ال 100%. يلا بقى يلا بقى يلا بقى. هانت انت جاي دلوقتي وتبطأ. ساويني يا استشوار. خدنا ايه بجد بعد كل التعب ده؟ مش مشكلة. دي كانت الحلقة الرابعة من لعبة I am bread. كنا في الحمام مع بعض وهنقفل الفيديو ده هنا ونكمل الفيديو الجاي. من الواضح انه هيكون في الجراج. فاشوفكم الفيديو الجاي وسلام.